السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده من برنامج شتي الماتش. اليوم غادي نتكلموا على المقابلات اللي تجرات على حساب الجوله 18 من البطوله الاحترافيه انوي. بعد الانترو. شتي الماتش مع خالد بيوسف. اول مقابله غادي نتكلموا عليها هي المقابله اللي تجرات بين الفتح الرباطي واتحاد طنجه، مقابله اللي كانت متكافئه رغم الفوز ديال الفتح الرباطي، الا اننا لاحظنا بعض النقاط اللي غادي نتكلموا عليها لا في هذه المقابله لا المقابلات الاخرين اللي غادي نتكلموا عليهم. اول ملاحظه هي واحد اللقطه قام بها الحارس الغارديان ديال اتحاد طنجه اللي كان كنقول انه من احسن الحراس في البطوله، علاش انه ما بانش؟ كنقول هذا الكلام وكنت تحمل المسؤوليه ديالو، كون كان في شي فريق اللي عليه الاضواء في المغرب كان غادي يبان مزيان. نشوفوا هذه اللقطه هذه، ركزوا لي على الغارديان، ركزوا على الحارس وراكي غاديه، شوفوا الحارس فين غادي. هذه ما شفتوهاش مزيان، غادي نركزوا عليها دابا بالعرض الباطن. كما شفنا ان لاكسيون كانت غاديه، الغارديان عوض انه يركز مع كره ومع المرمى ديالو كيمشي باش يحتج على الحكم، هادشي اللي مرفوض اللي ربما ما كيكونش في اقسام الهوات. نعاودو نشوفوه مزيان، ركزوا مع الحارس المجهد اللي من احسن الحراس، الا ان هذا الغلط هذا اللي دار اليوم راه ما شوف يديه هنا، هز يديه هنا، كره مازال لاكسيو وغادي كيجري عند الحكم كره غادي ليبو. من الحوايج اللي مرفوضين اننا نشوفوه في القسم الاول. دابا غادي نشوفوا الهدف الاول ديال فتح الرباطي. هنا كانوا شكوك على واش كان في التسلل ولا لا، غنشوفوا الاعاده وكنخليو لكم. انا بغيت نقول لكم قبل ما نكملوا باش تعرفوا اننا كنحترموا الاراء ديالكم، غادي نحطوا لكم الرقم ديال الواتساب ديالنا تحت من هذا الفيديو باش تعطيونا الاراء ديالكم اوديو، كتصيفطوا فيه الاسم ديالكم والمدينه وكتعطيوا الراي ديالكم في هذا الشيء اللي كنقولوا وفي هذه اللقطه، لان دابا غادي يكون واحد الجدل كبير على الفار خاصه في هذه الجوله هذه، وبغيت انكم تعطيو الراي ديالكم وغادي ندوزو في الفيديو الجاي ان شاء الله. نكملوا هذه اللقطه هذه ديال هذا الهدف. هنا صعيب، خليو لكم الراي نتوما غادي تحكموا على هذا الهدف واش شرعي ولا لا. دابا غادي نشوفوا هدف التعادل ديال فارس البوغاز من اللاعب الافريقي، اللاعب المهاجم ديالهم اللي عطى تقريبا داكشي اللي كان عليه انه يعطي في هذه المقابله. ما عرفتش علاش كنقولوا افريقي، كتجينا بحال اللي حنا راه في اوروبا. شوفوا هذا الهدف، هذا لعب في المستوى الصراحه هذا المهاجم، هذا شوفوا كيفاش انه سجل هذا الهدف، دخل هو الكره في الشبكه. راه هنا فاش كتشوف فاش كتلقى اجانب وعندهم غيره ونفس على الفرقه، وكتلقى ولاد المدرسه ولا ولاد الفريق وما عندهمش ديك النفس والغيره على الفريق، هذا للاسف. دابا غادي نشوفوا الهدف العالمي ديال فتح الرباطي، الهدف الثاني، باش غادي يخرجوا بجوج الاهداف لهدف واحد. شوفوا مقابله ديال الرجاء ومولوديه وجده، عرفت الاستفاقه ديال الرجاء البيضاوي، هذه هي الرجاء اللي كنعرفوا، وكاع الناس اللي انتقدنا بحال متولي بحال كاع دوك اللي انتقدنا بغينا انهم يديروا النفس بحال متولي. اليوم دخل الدالي عليه، شد الشاره لبسها، برافو عليه، صفقوا عليه الجمهور وشجعوه على داكشي اللي عطى. ولاني مازال كنقول لكم ان متولي ماشي ديال 90 دقيقه، متولي ديال 10 دقائق ديال 20 دقيقه التاليه كتدخلو كيعطي، اما باش تقول لي انه يجلس رسمي 90 دقيقه صعيبه عليه. وبغيت الاراء ديالكم في الواتساب اننا ندوزوها في الحلقه الجايه. هنا واخا قلنا الهبطي اناني الكواري، دابا جبنا لكم الدليل في هذه المقابلة، نشوفوا أول دليل. قبل ما نكملوا، ما رونغوش كون الدور ديالو، باش كيعجبني أنه كيستقبل الكرة بحال الطريقة ديال دروغبا، ما رونغو القوة ديالو كاينة في الضربات الرأسية، إذا كيستقبل الكرة كيطلقها للجناح الأيمن ولا الأيسر، الأغلبية الجناح الأيمن، وكيدي بلاصة باش يضرب بالراس، يعني أن القوة ديالو كيستغلها. كيكونترول ان عنده البنيه الجسمانيه كيطلع مع الديفونس كيشد الكره كينزلها كيطلقها للاجنحه وكيدي بلاصه باش يضرب، داكشي اللي بغى يدير، لكن لا حياه لمن تنادي. غنشوفوا نعاودوها، هنا استقبل الكره بالصدر، طلقها للهبطي، بغى يجري قال رسل مع ليندو رجع لعندو، الهبطي باغي يمركي راسو.
هذه اللقطه الاولى مازال نشوف هذه اللقطه الثانيه رغم انه دار مجهود وبرافو عليه داز كتحسب ليه هذا الدوزه اللي داز وهذا المراوغه اللي دار صالح الفريق لكن في اخر المطاف فاش كتخرج في لونغ الفيرمي مع الغارديان المرمى زاويه مغلقه وكيخرج لك الغارديان راه ما يمكنش انك تماركي كيفاش غادي تماركي الحل هو انك تلقى الباس لاطاك اللي معك نشوفوا كيفاش هنا الهبطي هنا مراوغه برافو عليه في المستوى داز بيان جول هنا بغى يمرك الراس هنا باش ما يطلقش كره هنا هدف كنضيعو هدف كضيعو الرجاء بحال هذا اللي جي الساد هذه هي الانانيه بحال هادشي راه كيضيعوا لك المقابله فاش كيدوز وحده كعوض ما يطلق كره باش تماركا البيت كيدير بحال هادشي راه هنا دابا غادي نشوفوا الهدف ديال الوحش مالونغو شوفوا معايا القوه ديال مالونغو كاينه في الضربات الراسيه تصور انه لقى لقى الشيبي يا سلام كملوا هنا الهدف الثاني ديال نغوما اللي العديد كيقول انه اللاعب المظلوم نشوفوا الهدف الثاني ديال علاش مالونغو هنا ما اطرتش فيه الانانيه وبغى يماركي هو كون كان الهبطي غادي تلقى هاد الباس ما غاديش يطلقو ما كنظنش انه غادي يطلقو 100% اش لاحظتوا في هاد المقابله واش لاحظتوا ان السعداوي مع اللاعبين ديال مولوديه وجده كاين واحد المشاحنات وكاين شي كلام ربما بيناتهم وكاين ربما يكون السب والشتم انا لاحظتوا من واحد اللقطه اللي مبينها لكم وبلا هاد اللقطه ديك المراوغه اللي راهو نفاتي راه مقصوده لان من بعد شاف فيه شي شوفاتو داز حداه وكان كانوا اصدقاء ما غاديش يدير بحال هيك المهم غادي نشوفوا هاد هنا كالعاده كتضيع عليه كره كالعاده شوف شكون بينو بين هذاك اللي حداه شوف الايادي ديالهم هنا بين السب والشتم بغى يبين من حقه انه بغى يبين انه يستحق الذهاب للرجاء ولكن انا كنقول للمسؤولين واش ما كانش عليهم ان يشريو النفاتي اليوم بيننا النفاتي انه من احسن اللاعبين قبل من هذا الشيء الجمهور ولا كيحب ولا كيحترم هذا اللاعب علاش من كاميرا خفيه اللي داروا ليه وطلب منه النادي 3000 درهم وجبدها عطاها ليه يعني الانسانيه هذا دخل القلوب المغاربه هذا اللاعب واليوم الرجاء لعبات مع جوج ديال اللاعبين في وجده هو النفاتي والغارديان الغارديان اللي جبد كواري اللي صعب والنفاتي اللي كيلعب وهو مرتاح بارد كيشد الكره كيلعب كتحس بيه انه مرتاح الاخرين كيشدوها مأثر عليهم الرجاء الشخصيه ديال الرجاء الاخر بالخبره اللي عنده اللي داز في الفتح الرباطي داز في فرق كبيره كينزل الكره بشويه وكيلعب الكره ديالو وكنتمنوا ليه مسيره موفقه ندوزو دابا لمقابله الجيش الملكي والزمامره مقابله اللي هيتشكوكيه وواحد النقاط باغي نقولهم على الجيش ربما ان كتشوفوا الجيش انها رجعات لكن مازال عندها واحد نقاط الضعف في الدفاع المليو عندها يا سلام الهجوم في المستوى لكن الدفاع مازال مهزوز وخاصه الظهير الايمن شفنا ما يمكنش ان يكون عندك مفيد وكتدخل دحمون غادي يبين لكم بعض الحوايج اللي كيبينوا انه كيدير اغلاط ولا اخطاء بدائيه نشوفوا الهدف الاول ديال الجيش الملكي بعد شد وجذب ياتي الهدف يعني مقابله هيتشكوكي غادي نشوفوا دابا اش وقع هنا غادي نبين لكم دحمون الاخطاء اللي دار بزاف ما بغيتش نكبر الفيديو وبينت غير واحد اللقطه سمع شوف كونترول هنا المعلق ما عندناش ديك الجراه قال الكره تذهب للتماس كيفاش الكره خرجت الراس للتماس ولا هذا اللي تلقى الباس هو اللي عطاه للتماس خص تكون عندنا الجراه نقولوا كونترول سيء هذا اللعاب خصو يمشي يتريني على الكونترول ها باش كيعجبك الشراط كيجيني قاصح ولا كذا بحال هادشي خصنا بدا خص واخا المعلق وصلنا ميساج ديال هذا اللعاب الكونترول عنده ناقص هذا اللعاب راه كيدوزو من جهته هذا اللعاب خصو يمشي يتريني على الكونترول على السونتراج على شحال من حاجه ما
ماشي انك غير معلق غير كتوصف لنا، انا راه كنشوف بعيني، ولكن عطيني شي حوايج اللي غادي نستافد منهم. هذا اللعاب ما عندوش الكونترول، وكاين مفيد في لوبو، مفيد عندك مفيد، ودخلنا دحمول. مع احترامي للشخصيه ديال دحمول، ولكن كرويا ناقص. باش نكون واقعي، باش كل واحد نعطيه حقه. الجيش الملكي فريق الان قوي، الا ان عنده مشكل شوي في الدفاع. شفنا الهفوات اللي وقعوا ليه، والفار تصوروا ان الفار ما كانش في ديك المقابله. جوج ديال الاهداف غادي تحسبوا، ثلاثه غادي تحسبوا للزمامره. جوج الاهداف تمركاو وحيدهم الفار، ترجعوا للفار ولقاو راه كاين لوجو، وكاين لمسه يد اللي ما غادي نهضروا عليها في اخر هذه المقابله. وما نساوش واحد من احسن الحراس في البطوله هو الكرد ديال الجيش الملكي. شوفوا الكوره اللي جبت، شوف واحد النبذه من الكرات اللي صد. الضربه الاولى راه على بعد مترين، تما كتبين رياكسيون ديال الغارديان، راه ماشي انك تتيره من بعد وي راه كلهم غادي يجريو ويتصوطاو ويزوق عليه، ولكن الرياكسيون ديال جوج الامطار وكره مجهده تما كيتبان الرياكسيون ديال الغارديان. برافو عليه، من احسن الحراس. هنا غادي نشوفوا الهدف الثاني من تمريرات مفيد، اخيرا كيدخل مفيد وكيخرج دحمون. نشوفوا هذا الهدف. يا سلام، في 90 هنا نضع عليه لغط على انه تسلل، وعرفت ان الميداد غادي يتطلقوا الصحافه لا تسلل لا ماشي تسلل. حنا غادي نحاولوا ان نحكموا الى اللعابه اللي كيبانوا لنا هنا راه كاين في تسلل، الى غادي ندوا على اللعابه اللي كيبانوا لنا، ولكن راه كاين لعاب حداه مني. نشوفوا اللقطه، كاين لعاب جنبو لي، داك اللعاب اللي ما يمكنش انا نعرف واش سبقوا ولا سبقوا ديال الجيش. وكما كيقولوا غلط الشاطر بالالف، زعما ملي كتجيك الغلط من واحد اللي خبره كتجيك قاصحه شويه. اليوم الداودي العامد اللي عطى مقابله زوينه، شفنا الغلط اللي دار. شكون هو هذا الغلط؟ حاول انه يبعد كره، لان في كره القدم خصك تتعلم ان تبغي تبعد كره ما كتبعدش اللاكس ديال التيران. عمر ديفونس ما يبعد كره اللاكس ديال التيران، ديما كتبعد للجناب، لا الكارديان لا ديفونس. باغي تبعد كره، باغي تشتت كره، ما كتشتتهاش اللاكس. اللاكس غادي يلقى واحد لي كونترول كيعطي ديريكت، عطيها لونغ الفيرمي للجناب باش كتصعب، اما غادي سونتري اما على الاقل ما كايناش ديك القضيه ديال انك غادي تبعد كره اللاكس. وهذا الشيء الاغلبيه ديال المدربين غادي يعرفوه، وغادي يكونوا اللعابه اللي مؤطرين من المدرب غادي يكونوا كيقولوا لهم ديفونس ما تبعدش كره، باغي تبعدها للجناب، اما خرجها لك شي ما بعدها في الجناب، ما تبعدهاش في اللاكس. ولعاب الداودي مشيتي للامارات ولا قطر ومشى للخليج ومشى كذا، حشومه انك دير اخطاء بحال هذا، ولكن كيقول لك غلطه الشاطر بالالف. نشوفوا هنا مزيان قطع كره، ولكن شوف كيفاش بعدها، عطاها ليه كادو تسديد هدف. هادي درس كاع اللي كيتعلم، هادي درس كاع اللي كيلعب كره، انه عمره ما يبعد كره في اللاكس ديال التيران. هادي تعلمها، عمرك ما تبعد كره في اللاكس، ما تبعد كره جناب لي زيل. وعارف ان الزمامره غادي يقولوا لك راه كاينه ضربه جزاء ما تعطاتش، نعاودو نشوفوها ونحكموا عليها بالراي ديالنا. وكما قلت لكم الرقم ديال الواتساب تلقاوه لتحت، اوديو فيه الاسم والمدينه والراي ديالك على اي لقطه، وغادي ندوزوها في الفيديو الجاي. هنا ضربات في الراس وضربات في اليد، يعني اليد ما غيرتش مسار الكره، واليد ما غيرتش ما تحركاتش. يعني كيقولوا لك في القانون الجديد الا ضربت الكتف وقاست اليد واليد كانت في هذاك العادي ديالها، يعني انها ماشي ضربه جزاء. ولكن كنخليو لكم الراي ديالكم، ربما الراي ديالكم غادي تقولوا انها ضربه جزاء 100%. بغيت ان الراي ديالكم يوصلنا عبر الاوديو في الواتساب اللي تلقاوه لتحت. اذا وصل اخر هذه الحلقه، بغيت انكم اللي عنده شي راي اخر انه يبعثوا لنا في الواتساب اللي تلقاو الرقم ديالو في اسفل هذا الفيديو، وتقبلوا فائق التقدير. السلام عليكم. اذا اعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك بقناتنا حتى يصلك الجديد.